مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بزاف ديال الناس كيسولونا على امتى ان شاء الله غادي يكون التاريخ ديال الكونكور ديال اي 3 اس، امتى غيسالي لانسكريبسيون. وهذا في هذا الفيديو ان شاء الله غنجاوبكم على جميع الاسئله وشنو غتحتاجوا ان شاء الله باش دوزوا الكونكور وشنو هما لي موديل اللي غدوزوا فيهم الكونكور. دونك نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتفرجوا حتى الاخر ان شاء الله باش تعرفوا جميع المعلومات اللي غادي تحتاجوا. بالنسبه لاخر اجل باش انك تسجل السيت هو نهار 24 في شهر 7 2022، يعني نهار 24 في هذا الشهر غيسالي التسجيل في السيت. دونك الى وصل هذا التاريخ ومازال ما تقيتيش فما غاديش يبقى عندك الحق انك تسجل مره اخرى حتى العام الجاي. دونك اخر اجل باش تسجل في السيت هو نهار 24. بالنسبه للكونكور فغادي يخرج اولا غدوزوا الكونكور ان شاء الله من وراء 20 يوم من وراء ما غيخرجوا هذوك لي ليست اللي غادي يدوزوا الكونكور. دونك ملي يخرجوا لي ليست ديال الناس اللي تقبلوا باش انهم يدوزوا الكونكور غدوزوا 20 يوم وغدوزوا الكونكور ديالكم. لي موديول اللي غادي يدوزوا فيهم ان شاء الله الكونكور كينقسموا على جوج. اولا الى درتي لا راديولوجي فغادي يدوز ان شاء الله لي كونكور في البيوفيزيك والفيزيك 1 والفيزيك 2، والى درتي الجيني بيوميديكال فغادي تدوزو في جميع لي موديول ديال لابيولوجي زياده على الموديول ديال تكنيك كيميك بوغ لابيولوجي، زياده ايضا على الموديول ديال ليستولوجي امبريولوجي. الفيديو ديالنا سهله ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في حفظ الله ورعايته. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناه.